بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعاً بشكر وبهني هقول تلميذي، وشرف لي إن أنا درست له في يوم من الأيام أستاذ دكتور سيد عبد الفتاح، ربنا يخليك، وعلى المؤتمر الناجح، وإن شاء الله كل سنة أحسن من اللي قبلها. وهو الحقيقة في مظاهرة حب، الناس كلها موجودة والناس كلها بتحب بعضها والناس كلها مبسوطة، فأنا همني برضو على الحتة دي إن هو فعلاً محبوب من الجميع. النقطة الثانية بشكر طبعاً شركة نوفو إن هي دعتني إن أنا أتكلم على نيو كامرز بتاعها بسرعة كده، بس عشان بنكسب وقت زي ما الدكتور سعد اتكلم ان احنا وقتنا متأخر والناس تعبانة، بسرعة بسخافة. هو ايه الموضوع؟ الموضوع ان احنا عندنا نوعين من العلاج في التايب 2، اورال وايه وانجكتبل. الاورال كلنا عارفينه، والانجكتبل حاجتين، حاجة الأولانية الانسولين، الحاجة الثانية الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، تمام كده؟ اوكي، في حاجة ثالثة اسمها برامالينتايد أو الأمين أنالوج، ده مش موجود في مصر، فخلينا اللي موجود ده أو ده. السؤال امتى ادي ده؟ السؤال الاول، وهل ينفع ادي كومباينيشن منهم ولا لا؟ اوكي؟ تمام. في البدايه كده، هل ممكن انا ابدا بالانسولين في الاول؟ ممكن عين تايب 2 دايابيتس دراج نايف وابدا الانسولين؟ اذا كان عندي كومبيلنج انديكيشن. يعني عيان جاي لي هيموجلوبين اي 1 سي اكثر من 10، الفاستنج اكثر من 300، في كاتابوليك سيمتومز، في كيتوزز، هبدا من الاول. هل معناها ان انا هدي ده طول العمر؟ لا، ممكن ابدا فتره وبعدين يتظبط حاجه اسمها جلوكولايبوتوكسيستي واقلب على اقراص مبدئيا. تمام. طيب ممكن عيان يجي لي تايب 2 دايابيتس دراج نايف وابدا بجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بعد طبعا اللايف ستايل والميتفورمين؟ يس، لو العيان عنده استابلج اثروسكليروزز او عنده مالتيبل ريسك فاكتور او كرونيك كيدني ديزيز من البدايه، اللي بيسموه عندنا كومبيلنج انديكيشن. تمام. طيب هنفترض بقى ان العيان ما عندوش كومبيلنج انديكيشن للجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ولا عنده كومبيلنج انديكيشن للانسولين، وانا ماشي عادي خالص ببدا بلايف ستايل ميتفورمين ديوال تريبل اورال ثيرابي، هاجي في وقت من الاوقات احتاج مين؟ انجكتابل. اوكي؟ تمام. طيب السؤال بقى، انا لما اجي احتاج انجكتابل يا ترى البيزل انسولين احسن ولا الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، ولا ان انا مدي كومباينيشن زي ما هنشوف دلوقتي؟ تمام. انا في تقديري إذا ما عنديش كومبيلنج انديكيشن للانسولين، إذا العيان مش محتاج انسولين حتما، يبقى الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست أحسن. نقول ليه؟ أول حاجة الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست تشتغل على الفاستنج والبوست براندي. الانسولين بيشتغل فقط زي ما هنشوف دلوقتي على الفاستنج. الحاجة الثانية التايتريشن أسهل، إن أنا بتايتريت بطريقة أسهل، الانسولين التايتريشن بتاعه صعب. الحاجة اللي بعد كده إن الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست لها بنفيتس بياند جلايسيميك كنترول. أولاً هي بتنقص البودي ويت، ولها كارديو فاسكولار بينيفيت ورينال بينيفيت، والهايبوغلايسيميك ريسك بتاعها قليل. الكلام ده كله مش موجود في الانسولين. اوكي؟ تمام. طيب لو انا افترضت ان انا بادئ ايه اورال ديوال وتريبل وماشي على لايف ستايل وكل حاجه تمام وادهرنت وكومبلاينت وبعدين مفيش نتائج، ايه الاوبشنز اللي نديها زي ما اتفقنا؟ ممكن ندي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، ممكن ندي بيزل انسولين، وممكن ندي كومباينيشن من الاول. طيب قررت ادي بيزل انسولين، اديت اورال مع بيزل، تمام، وفشلت في البيزل، وده الغالب اللي موجود عندنا في مصر. طبعا ان نبدا بريميكسد انا ما بحبش القصه دي ابدا، انا ما بحبهاش. تمام. بدات ان انا اورال واديت بيزل وقعدت ازود ازود وفشلت، امتى اقول بقى ان البيزل ده فشل؟ انا اديت بيزل انسولين 10 وحدات كل 3 ايام بقيس الفاستنج، المفترض ان هو اقل من 130، بزود وحدتين كل 3 ايام، بزود وفي الاخر هقول لا ده الموضوع ده فاشل، انا لازم اضيف جي ال بي 1 بقى في الموضوع ده. نشوف الاحتمالات. اول حاجه لو انا بعد 3 شهور لقيت ان الهيموجلوبين اي 1 سي الباستنج ممكن يكون مظبوط، بس الهيموجلوبين اي 1 سي عالي، ده معناها ان البوست برانديال عالي، او ستيل ان الفاستنج عالي والهيموجلوبين اي 1 سي عالي، او ان انا وصلت الجرعه 50 وحده كل يوم اوفر بيرزاليزيشن، ما ينفعش ان انا ادي 50 وحده بيزل لوحده، او كل ما ازود الدوز يحصل هايبوجلايسيميا. في الحاله دي بقى لازم هفكر في حاجه اسمها انتنسيفيكيشن. في الانتنسيفيكيشن عندي 3 طرق، لا اما ان انا جي ال بي 1 ريسبتور اجونست مع الايه بيزل انسولين، تمام، لا اما ان انا اقلب من بيزل بس لبيزل بلس، يعني ادي برانديال مع الوجبه الرئيسيه، او بيزل بورس ادي مرتين او ثلاثه برانديال انسولين، او احول البريميكس توايس ديل او ثرايس ديل. دي الطرق اللي عندي. طيب الافضل ان انا هدي الكومباينيشن جي ال بي 1 ريسبتور اجونست مع انسولين، ولا ان انا ادي انسولين بيزل مع بلس او بولس؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي. طيب ايه بقى الموجود؟ ايه الانتنسيفيكيشن ده مشكلته ايه؟ يعني انا عايز اعمل بعد البيزل اورال انسولين
الانتنسيفيكيشن لعبه ايه؟ ان انا كل ما هزود الدوز ريسك اوف هايبوجلايسيميا هيزيد زي ما احنا هنشوف، او البودي ويت هيزيد. الحاجه اللي بعد كده كومبلكستي، الموضوع صعب معقد، ان انا اعمل بيزر بولس ده عمليه مش سهله. الحاجه اللي بعد كده الادهرنس اوف ذا بيشنت. تمام. طيب ايه بقى اللي حصل؟ ان هم قدروا ينزلوا دلوقتي جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. طب احنا عندنا اصلا حاجه اسمها ليراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا ده لوحده، وعندنا الديجلوديج اللي هو الاي 3 سي ده لوحده. قدروا بقى يحطوا الاثنين كومباينيشن مع بعض، الانسولين ديجلوديج مع ليراجلوتايد في الم 1 سلتوفاي. هنشوف بقى ميزه ده على ان انا اعمل انتنسيفيكيشن، احول العيان ماشي على اورال بيزل، ان انا احوله بعد كده من اورال بيزل الى ان انا بديله بيزل بلس او بيزل بورس، او الافضل ان انا اديله فيكسد ريشيو كومباينيشن ان الاثنين موجودين في نفس الالم. طيب ما انا ممكن ادي بيزل انسولين لوحده، وممكن ادي جي ال بي 1 ريسبتور، ممكن ادي الم ده والم ده، لكن الافضل الاثنين في نفس الالم. ليه؟ كل ما قللت النمبر اوف ذا انجكشن، عدد الالام، كل ما كان الادهرنس والكومبلاينس افضل. ده محور المحاضره بتاعتي. لو انت عايز تعمل فيرذر انتنسيفيكيشن، الافضل انك انت تقلب العيان من بيزل الى بيزل بلس او بيزل بورس، ولا تديله جي ال بي 1 لوحده، ولا تدي الكومباينيشن. ولما تحب تدي الكومباينيشن تدي كل واحد لوحده، ولا تدي الاثنين في نفس الالم اللي اسمه زولتوفاي، اللي هو الفيكس ريشيو كومباينيشن ما بين الانسولين ديجلوديج والليراجلوتايد اللي هو الفيكتوزا. تمام. طيب الانسولين، شوف الكومبلمنتري اكشن. ليه لما اضيف انسولين، بيزل انسولين مع جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، ليه دي قصه كويسه؟ الانسولين يا جماعه انتم عارفين ان هو بيشتغل على ثلاثه بيولوجيكالي اكتيف اورجان، بيشتغل على الليفر وعلى البنكرياس وعلى الليفر وعلى المصل وعلى الاديبوز تيشو. على الليفر طبعا بيقلل هبات الجلوكوز برودكشن، طب الاديبوز تيشو بيقلل اللايبوليسيس وبالتالي بيقلل اللايبوتوكسيستي، على المصل بيزود الهبات المصل جلوكوز ابتيك. ده الاكشن بتاع الانسولين. طب الجي ال بي 1 لسه الدكتور كامل متكلم ان هو بيشتغل على حاجات تانية. اول حاجه ان هو بيزود الانسولين سكريشن جلوكوز ديبندنت مودر، هيشتغل زي الانسولين بالظبط، هيعمل الثلاث حاجات بتوع الانسولين. طب الحاجه الثانيه بيشتغل سنتر للساتايتي سنتر، فبيقلل الابيتايت وبيقلل الفود انتيك وبيقلل البودي ويت. الحاجه اللي بعد كده بيقلل الجاستريك امتنج، وده الراشونال بيهايند ان هو بيقلل البوست برانديال جلوكوز. يبقى بالتالي لما هعمل ده مع ده هيبقى فيه كومبلمنتري افكت، ده بالاضافه طبعا ان له اكسترا بينيفيت على الكارديو فاسكولار وعلى الرينا. يبقى ده الراشونال ان انا لما ابدي ده مع ده تمام هاخد كومبلمنتري اكشن. ولسه كنا دكتور حسام اتكلم على البيهاند الاومنيوس اوكتيت وان هم 16 و20 وحاجات زي، فالموضوع كبير. فكل ما ابدي ادويه لها سينرجيستك افكت، اشتغل على مالتيبل باثوجينيتك سايتس والاثنين يكونوا موجودين في نفس الالم او في نفس الايه اللي بين، معنى ذلك ان انا باخد ادد بنفيت وكومبلاينس اعلى. ده نشوف الكلام اهو، البيزل انسولين بينقص الهيموجلوبين اي 1 سي مينلي عن طريق انه بينقص الفاستنج. يا جماعه البيزل معناها فاستنج، وما فيش انسولين في العالم من غير ان انا ادي ايه بيزل. انا ممكن ادي بيزل من غير برانديل، لكن مش ممكن ادي برانديل من غير بيزل. انا مش بتكلم على العيان هوسبيتالايزد او العيان اللي ادميتد او كريتيكال، انا بتكلم على العيان اللي بتعالجه في البيت. هينقص الهيموجلوبين اي 1 سي مينلي عن طريق انه بينقص مين؟ الفاستنج. تاثيره على البوست برانديل تقريبا نيجليجبل. ده مين؟ ده الانسولين. طب الجي ال بي 1 بينقص الهيموجلوبين اي 1 سي عن طريق انه بينقص الفاستنج والبوست برانديل، وده ميزه الجي ال بي 1 عن الانسولين. طب نيجي للدروباكس بقى. الانسولين لما بديه نسبه الهايبوجلايسيميا عاليه، طب الويت جين زياده، طب الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست مشكلته الاساسيه ايه؟ مشكلته جي اي تي ابسيتس. فعلا بيوقفوه عشان الابدومينال بين، عشان النوزي، عشان الفومتنج، عشان الدايري. تمام. فلما ادي الاثنين مع بعض هاخد مور ريدكشن هيموجلوبين اي 1 سي، ريدكشن البوست برانديال والفاستنج الاثنين مع بعض، مينيمال ريسك اوف هايبوجلايسيميا ومينيمال ايه ريسك اوف انكريز بودي ويت. تمام. لكن شويه جي اي تي ترابلز موجوده، هو ده اللي حاصل اهو، الاثنين مع بعض ده الافيكاسي. طب السايد افكت بتاع الانسولين لوحده، طيب لو احنا خدتهم الاثنين مع بعض ده المنظر. خلاص عرفنا ليه الاثنين مع بعض ده بيدي كومبلمنتري افكت. جم نوفو عملوا ايه؟ حطوا في نفس الالم، زي ما هم جم حطوا حاجه قلم اسمه رايزوديك، حطوا حاجتين مع بعض في نفس الوقت. حطوا الانسولين اسبارت مع مين؟ مع التريسيبر، الاثنين مع بعض في نفس الالم. تمام. اسمه كو فورميوليشن مش بريمكس. قدروا ان هم يحطوا الليراجلوتايد والفيكتوزا مع الانسولين ديجلوديج اللي هو التريسيبر في نفس الالم، وكل واحد فيهم بيحتفظ باليونيك فارماكوكاينيتيكال داينامكس، يعني ما حدش فيهم بيغلب على الثاني. يبقى قدرت ان انا ادي الاثنين في الم واحد
وفي نفس الوقت كل واحد فيهم كيبس ايه فيسيولوجيكال افكت. ده طبعا الايه دي الانسولين ديجلوتيج او التريسيبا، وعارفين ان هو الترا لونج اكتنج بيشتغل 42 ساعه، له فلات افكت، ما بيعملش كوز فاريابيليتي، مينيمال ريسك اوف هايبوجلايسيميا، بيتاخد في اي وقت، وفلكسبيليتي عاليه، عين هيرجع متاخر هيرجع بدري، هياكل متاخر هياكل بدري، كل ده ميزه الالم بتاع التريسيبا. طيب اوكي، لما نيجي ناخد اللي راجله طيب اللي هو الفيكتوزا، تركيبه مشابه للنورمال جي ال بي 1 اللي بيطلع من ال سيلز في التيرمينال ايليوم 97% هومولوجي، يعني بمعنى انه شبه قوي النورمال جي ال بي 1، مالوش انتيجينستي عاليه، لكن له تغيير في التركيب بتاعته بحيث هو ريزيست ديستراكشن بالجي ال دي بي 4، يبقى بالتالي الهاف لايف تايم بتاعه 13 ساعه، يبقى برضه لونج اكتنج. ده الميزه بتاع لما نيجي بقى ان هما الاثنين موجودين في نفس الالم اهما، والاثنين بيحتفظوا بنفس الكاركتر. طيب ايه بقى القصه؟ لكل وحده انسولين، طبعا حد حاجتين، الانسولين بيتقاس بالوحدات، والليجلوتايد بيتقاس بالايه بالمليجرامات. لكل وحده انسولين في 36 من 1000 مليجرام ايه ليجلوتايد. تمام، لو هترجعوا للالم الايه الفيكتوزا، هتلاقوا ان احنا بنبدا ب 6/10 يوميا، بعد اسبوع بقى 1.2، بعد كده 1.8، بنعمل جرادوال تايتريشن. الحقيقه لما بحط الالم في بيزل انسولين مع ليراجلوتايد وبعمل تايتريشن، يعني ببدا من تحت لفوق، التايتريشن ده هو تايتريشن الحقيقه للانسولين، لان هو اي تايتريشن في البيزل انسولين ان انا بزود الجرعه كل اسبوع وحدتين او اربعه على حسب مين البيزل، بحسب قصدي الفاستنج، بحيث الفاستنج ما يزيدش عن 130 وما يقلش عن 80. طب انا هستفيد ايه من التايتريشن بتاع جي ال بي 1 السايد افكت بتاع جي اي تي؟ ان انا هنا ما زود تحت، لو جيت الالم بتاع مثلا ليراجلوتايد فيكتوزا بدات 1.8 مباشره، لا ما يستحملوش، ابدون البين فونتنج مش هيستحمل، فابدا ب 6/10، الاسبوع اللي بعد 1 وهكذا. فانا بعمل تايتريشن للاثنين، انا حقيقه بعمل تايتريشن للبيزل انسولين، لكن بالمره انا بزود بعمل ابجريدنج للدوز بتاع جي ال بي 1 عشان السايد افكت بتاعته، عشان الجي اي تي سايد افكت. تمام، احنا قلنا من شويه ايه الماكسيمم دوز للبيزل انسولين اللي بعدها اقول ان انا محتاج ان انا اعمل انتنسيفيكيشن، قلنا 50 وحده. لو خدت 50 وحده وضربتها في 36 من 1000 اللي هم ايه، احنا قلنا لكل يونت 36 اف جي ال بي، هلاقي ان هو 1.8 ملي جرام هي الماكسيمم دوز بتاعت مين؟ الليراجلوتايد. هو متصمم على كده، واللي مش فاهم بقى في الاخر برضو انا معايا يعني. خلاص كده اوكي، بنسمي بقى عندنا حاجه اسمها دوز ستيب، ان احنا هنزود الجرعه زي ما هنشوف دلوقتي بالتدريج، كل يونت بيسموها دوز، ما عادش بقى يونت اسمها دوز ستيب، ان كل وحده انا بزود وحده انسولين ومعها 36 من 1000 ايه ملي جرام من الليراجلوتايد، اسمها دوز ستيب. اوكي تمام اهو زي ما اتفقنا اهوت. الموضوع هيبدا ازاي برضه هقوله كمان شويه. لو جالك عيان ماشي على اورال وعايز تقلبه على ايه على انجكتابل، يعني ما خدش انجكتابل ما خدش انسولين خالص، هو ماشي على دوال اوت، هتبدا بايه ب 10 دوز ستيب. طب عيان كان ماشي على جي ال بي 1 اصلا قبل كده وهتقلبه على الالم في الاثنين مع بعض، هتبدا ب 16 وحده. طب لو هو بادئ بانسولين، كان ماشي على بيزل انسولين وعايز تعمل برضه دوال كومباينيشن، تبدا ب 16 وحده. بمعنى لو عيان ما خدش انجكتابل خالص هتبدا ب 10، بدا خد انجكتابل سواء جي ال بي 1 وهتضيف له انسولين او العكس، هتبدا ب 16 ايه وحده، وكل 3 ايام هتزود وحدتين. طبعا هتزود وحدتين معاهم برضو ايكويفالنت دوز منين جي ال بي 1، اسمها دوز ستيب. كل 3 ايام هنزود، جايدد بمين يا جماعه؟ بالفاستنج، المفروض ان الفاستنج من 80 الى 130، ده بيسموه دوز ستيب. اوكي تمام تمام، وده شكل الالم بتاع الكومباينيشن زي ما اتفقنا، هو الكليك بتاعه في كليك في النهايه، الفورس بتاعته قليله، مش محتاج ري سسبنشن، الالم بيستخدم بسهوله، وده شكل الالم بتاع الزولتوفاي اللي هو الكومباينيشن انسن ديجلوديج مع ليراجلوتاي. تمام، ممكن يستخدم في الرينال بيشنت، ممكن يستخدم في الرينال بيشنت وات ايفر جي اف ار مي بي، ممكن يستخدم في الهيباتيك بيشنت وات ايفر، حتى تشايلد سي ممكن ان هو يستخدم في الالدرلي بيشنت، ده اللي بيسموه الفرايبل بيشنت. لو انتم فاكرين كنا اتكلمنا مع الدكتور محمد، اتكلم على الهايبوجلايسيميا، قلنا مين الناس اللي اتريسك الهايبوجلايسيميا اكتر، كان من ضمنهم دول الهيباتيك والرينال والالدرلي بيشنت، ممكن استخدمهم سيفلي، ممكن استخدم الالم سيفلي فيه. تمام كده اوكي. طيب ممكن مين العيان استخدمه؟ عيان ان كنترول ده على الاورال تبدا بيه، بس نبدا ب 10 وحدات.
طب ان كنترول ده على البيزا الانسولين لوحده هدي الكومبانيشن بس يبدا ب 16 وحده. طب ان كنترول ده على الجي ال بي 1 لوحده ممكن ابدا برضه بيه بس ب 16 وحده. يعني عندي ثلاث عيانين او ثلاثه باترن من العيانين. انا مش عارف هحتاج بس خمس دقائق بس مش اكتر من او ثلاث دقائق. تمام. بسرعه كده انا لما ادي مش هكتر يعني زي ما عاد الدكتور سعد مش هكتر والله ده هو بس اخد تو سلايد. انا بدي انسولين او اي ادراج في الدنيا انا بدور على الافيكاسي. الافيكاسي اللي هي ايه؟ ريدكشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي. هو سواء بقى اديته على عيان جاي من اورال او على عيان جاي من انسولين او جي ال بي 1 في سيجنيفيكانت ريدكشن للهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 2% يبقى هو درجة افكتيف. تمام تمام. طيب نيجي بقى نشوف. احنا قلنا لو عيان ماشي على بيزل انسولين واورال تمام وعايز اعمل انتنسيفيكيشن فاكرين قلنا لها ثلاثة اوبشنز. لاما ان انا اضيف براندي الانسولين مع الوجبات احوله من بيزل لبيزل بلس او بولس او ان انا اضيف له جي ال بي 1 ويستحسن الاثنين في قلم واحد زي زولتوفاي او ان انا اقلبه على بريمكس. هنشوف الدراسه اللي اتعملت عيانين ماشيين على اورال ومش كنترول وعايزين نحولهم بعد كده على ان احنا العيانين في عيانين هياخدوا على بيزل انسولين وفي ناس ماشيين على بيزل انسولين مع انسولين ديجريدك بمعنى ما قصدي مع الايه الزولتوفاي. بمعنى اخر ان انا هجيب عيانين هحولهم من بيزل بس الى بيزل بورس وعيانين هحولهم من بيزل يعني لو العيان ماشي على بيزل انسولين ومش كنترول تمام هنشوف انه افضل ان انا احوله من بيزل الى بيزل بورس او بيزل بلس او ان انا احوله من بيزل الى كومباينيشن من انسولين ديجلوديك مع ليراجلوتايد انه احسن. في النهايه وجدوا ان انا لو عملت هيت تو هيت ترايل خدت مجموعه هتحط لها الى بايه بيزل بولس وعيانه بيزل مع ليراجلوتايد اللي هو الفيكسد ريشيو كومباينيشن وجبنا ان الاثنين بيجيبوا نفس الفاليو الاثنين بينقصوا الهيموجلوبين اي 1 سي تو ذا سيم ليفل. ولكن بقى ايه بقى ميزه ان انا ابدي الالم ده فيرسس ان انا ادي بيزل مع بيزل بلس او بولس. نشوف بقى اول حاجه العينين اللي هياخدوا الكومباينيشن ده زولتوفاي هياخدوا الم واحد الثاني هياخد المين الم بيزل والم اي براندي ادي واحد الاولاني هيتشكشك شكه واحده في اليوم الثاني هيتشك 2 3 4. نيجي بقى للتايتريشن انا لما استخدم الاثنين في الم واحد ما هعمل تايتريشن بايه بالبيزل انسولين قصدي بالفاستنج بلاك جلوكوز يبقى هعمل تحليل مره واحده كل 3 ايام انما الثاني انا هعمل تحليل فاستنج عشان مين عشان البيزل انسولين. طب البرانديال احلل قبل الفطر قبل الغداء وقبل العشاء وقبل النوم يعني ممكن احلل 4 مرات في اليوم انما ديكها مره واحده. طب تعالوا الاثنين وصلوا الهيموجلوبين اي 1 سي ذا سيم بانهي دوز من الانسولين وجدوا ان الماشين على الكومباينيشن ده احتياجات الانسولين بتاعهم 44 وحده اللي بياخدوا بيزل بورس 88 وحده. طب الهايبوغلايسيميك ايفنت الناس اللي ماشيين على الكومباينيشن ده الزولتوفاي الهايبوغلايسيميا فيهم اقل 89 و89% من الناس اللي هم ماشيين على بيزل او ايه بيزل بورس. تبقى انت بتاخد بنفيت بقلم واحد بتعمل انفستيجيشن او بتعمل سيلف مونيتورنج مره واحده تمام بتاخد نفس الليفل اوف جلايسيميك كنترول بلست ريسك اوف هايبوغلايسيميا بويت ريدكشن كمان وفي نفس الوقت بايه كمان بليس دوز اوف انسولين. يبقى تاني الكومباينيشن ده ممكن نضيف عيان ماشي على بيزل بس او ماشي على جي ال بي بس او ماشي على اورال وعايز اقلبه على ايه على كومباينيشن. لو هو ماشي على اورال لو هو ماشي على سلفونيليوريا ممكن اشيل السلفونيليوريا اخد نص الدوز تمام وابدا ب 10 وحدات. لو ماشي على بيزل انسولين هضيف معاه الكومباينيشن ده ابدا من 16 وحده. لو هو ماشي على جي ال بي 1 هبدي الكومباينيشن ابدا من 16 وحده برضه. كل 3 ايام بعمل الفاستنج وبزود الدوز وحدتين على حسب مين الفاستنج. تمام كده؟ متشكرين. شكرا دكتور.